التبعية الثانية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله استقبال الأبطال. حنا تنحسو وتنوصلنا هذا الإحساس بالافتخار وبالاعتزاز. ودائما هذاك العام كنا درنا انطلاقة من هنا لمدينة الناظور، كنا وعدنا الجمهور الكريم بأننا غادي نديرو إن شاء الله وصول ثم انطلاقة، وكان كذلك. وربي ما خيبناش، بحيث ان الابطال ديالنا استطاعوا باش ياخذوا من المرحله ما قبل الخامسه باش ياخذوا القميص الاصفر، وبداو محافظين عليه حتى الناظور، لان كان الفرق فقط ثانيه وحده اون سكوند. مينون لا ديفيرونس هي دو 3 سكوند اونتر لو ماروكان اي لو بورتوغي. انا فرحان بان الان ما بين المغربي وما بين الثاني ديالو ثلاثة ديال الثواني وما أكثرها وما أعظمها من ثلاثة ديال لي سكوند، ثلاثة تروا سكوند. لذلك أنا فرحان جدا، وحقيقة يمكن نقول بأن مدينة الناظور ببركتها عندها واحد البركة حقيقة اللي إحنا تتكون دائما بالنسبة إلينا فالو خيرين مطمئنين، لأن مدينة الناظور ما ننساوش بأن عطات أبطال، عطات رجال في جميع الميادين، ولذلك يكفي أننا درنا فيها وصول وانطلاقة، فهذا كبير بالنسبة لنا.